أسفرت جولة وزير التجارة السعودي وعدد من رجال الأعمال شاركوا في هذه الجولة في ملتقى الاستثمارات في المغرب عند تدشين شراكة بين البلدين في مجال النقل البحري بهدف تسريع التبادل التجاري، حيث تحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة، إلا أن العلاقات التجارية بين البلدين لا تتجاوز 3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المغرب. تفاصيل أكثر مع تقرير بندر الرومي. ثلاث اتفاقيات اقتصادية شهدت الدار البيضاء توقيعها بين الجانبين السعودي والمغربي، تصب جميعها في اتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري. الاتفاقية الأولى وقعها وزيرا تجارة البلدين، وتهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التقنيات بين البلدين، إضافة إلى دراسة إسقاط الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة في الجانبين. وتحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة، إلا أن العلاقات التجارية بين البلدين ضئيلة جدا ولا تتجاوز 3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المغرب. نحن مهتمين إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خصوصا في الصناعات التحويلية بشكل أكبر التي يراها المستهلك. فهذه ضمن اهتماماتنا التي تحدثنا عليها اليوم، وعلمت اليوم أن هناك الآن بدأت خطوط بحرية مباشرة، وهذا بالتأكيد سوف يكون حل أساسي لأحد عوائق التبادل التجاري. الجانب المغربي يأمل من خلال هذه الاتفاقيات بتسهيل دخول المستثمرين المغاربة للسعودية، كما تسعى وزارة التجارة المغربية لاستقطاب استثمارات سعودية كبرى في المجالات الصناعية والغذائية، إضافة إلى تقديم تسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الزراعية. اتفقنا مع معالي الوزير أنه سنشرع جميعا في إنشاء علاقات تجارية واستثمارية جديدة مهمة جدا، وكما يعلم الجميع أنه المغرب عنده علاقات تجارية FTA ديال التبادل الحر مع الآن 55 بلد. وفي إطار السعي لتطوير التجارة البينية وانسياب السلع، طرح الجانبان فكرة إنشاء خط بحري رابط بين المملكتين ليكون أساسا لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين. رغم تميز العلاقات السعودية المغربية على كافة الأصعدة والمستويات، إلا أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز حاجز 3 مليارات دولار سنويا. وفي ظل ضعف مستوى التبادل التجاري، نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية معرضا مشتركا ضم أكثر من 100 شركة سعودية ومغربية. اتفاق على إيجاد صندوق استثماري قيمة 500 مليون درهم، نأمل إن شاء الله أنه يكون هذه أحد نواة النهضة الصناعية إضافية أيضا في المغرب، التي تتمتع مثل ما تفضلت نهضة صناعية جيدة من أكبر مصدري السيارات في القارة الأفريقية بشكل عام. أولى ثمرات هذا الملتقى تأسيس كيان مشترك باسم شركة المملكتين للنقل البحري برأس مال يبلغ 415 مليون ريال سعودي، تتوزع على أكثر من 41 مليون سهم وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات، بمشاركة رجال الأعمال السعوديين والمغاربة. ويجري العمل حاليا على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن إطلاق أعمال هذه الشركة. بندر الرومي، العربية، الدار البيضاء.